مباراه بفوز الاهلي بثلاثه اشواط على المجمع البترولي الجزائري في البطوله العربيه للانسات للكره الطايره. حقق الاهلي البطوله كل المباريات فوز بدون هزيمه في اي شوط، وده رقم قياسي بالنسبه لفريق النادي الاهلي في هذه البطوله. معايا في هذه اللحظات الكابتن عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي. كابتن عاصم بقول لك مبروك، كل مشاهدي قناه الاهلي بيتابعوا البطوله على قناه الاهلي، فمبروك هذا الانجاز والفوز بالبطوله العربيه لفريق هو بطل افريقيا. الف مبروك للنادي الاهلي والجماهير، شايفين الجماهير عاملين ازاي؟ مش ممكن ولادنا يلعبوا في وسط الجمهور ده الا ويكسبوا ان شاء الله. مبروك لفرقه الفولي، مبروك للنادي، مبروك لحمدي الصافي تاني مره على التوالي بطل العرب في نفس الملعب ده، وان شاء الله بطوله افريقيا في شهر 3 ان شاء الله يستعيد اللقب بتاعها. الف مبروك للاهلي. مستوى البطوله والتنظيم والاجراءات والشكل الجميل، الكرنفال اللي في النهايه ده تقول عنه ايه يا كابتن عاصم؟ ده الطبيعي بتاع التنظيم في مصر، ده الطبيعي بتاع التنظيم في مصر، واللي بيحليه الجمهور وبيتوجوا المكسب بتاع الولاد ومجهودهم. الحمد لله ربنا دايما بالافراح ودايما بالفوز كده ان شاء الله. هذه البطوله كابتن حمدي الصافي كان بيقول لك احنا بنحضرها لبطوله افريقيا، خاصه ان معاك بطل الجزائر وبطل تونس. صحيح، هم دول تقريبا المنافسين في افريقيا، يضاف ليهم الفريق الكيني، فريق كاميروني، هي دي الفرق اللي بتنافس في افريقيا، فهو عنده حق 100%. ده اعداد جيد جدا جدا لافريقيا، بالاضافه لان هي بطوله كبيره. بالتوفيق يا كابتن عاصم، مبروك. مبروك مبروك، الف مبروك. زي ما شفنا ده لقاء مع كابتن عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي، وزي ما انتم شايفين الجماهير بتحتفل مع انسات الكره الطايره، احتفالات كبيره جدا. البطوله العربيه للعام الثاني على التوالي، واستعداد جيد للبطوله الافريقيه في مارس ان شاء الله في مقر النادي الاهلي في الجزيره، صاله الامير عبد الله الفيصل. اليك الكلمه كابتن هيثم السعيد.